أعزائي المشاهدين والمشاهدات في الرب يسوع، أهلا وسهلا بكم مع كلمة جديدة من كلمات الحياة. النهاردة هنتكلم عن أسئلة مصيرية للحياة، أو ثلاث أسئلة مصيرية للحياة. هنلاقي الثلاث أسئلة دول مكتوبين في سفر التكوين 32 عدد 17، لما يعقوب قال لعبيده اذهبوا قدامي بالهدية، ولما تقابلوا أخويا عيسو، وإن سألك عيسو لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك؟ كان يعقوب بيسأل أسئلة عادية، أو بيتوقع أن عيسو يسأل أسئلة عادية، لكن في الحقيقة ثلاث أسئلة اللي توقعهم يعقوب هم الثلاث أسئلة اللي المفروض إحنا كمان نتوقعهم ونسألهم لأنفسنا، لأن هم الأسئلة المصيرية اللي بتحدد حياتنا. أول سؤال توقعه يعقوب أنه يتسأله، لمن أنت؟ لمن أنت؟ يا ترى سألت أو سألتي نفسك قبل كده نفس السؤال، لمن أنا؟ هل سألنا نفسنا قبل كده أنا ملك لمين؟ لمن أنت؟ من الذي يحتل المكان والمكانة الأولى في حياتك؟ مين؟ هل أنت ملك لله أم هناك ملاك آخرين؟ سؤال بيفرض نفسه علينا، لمن أنت؟ لمن أنت؟ ناس كتيرة ماشيين في الحياة وهم مش عارفين هم ملك لمين، مش عارفين مين اللي بياخد المكانة الأولى في قلبهم وحياتهم. وعشان كده الرب يسوع بيقول حيثما يوجد كنزك هناك يكون قلبك. مين اللي حالل أو بيحتل المكانة الأولى في حياتك؟ هل أولادك؟ هل شغلك؟ هل المال؟ هل اللذات؟ ما الذي يحتل المكانة الأولى؟ لمن أنت؟ وده السؤال المصيري اللي يجب على كل واحد منا أن يسأله لنفسه، لمن أنا؟ أنا عايش لمين؟ في ناس عايشة للخطية، في ناس عايشة للشغل، في ناس عايشة للهزار والضحك، في ناس عايشة لذواتها، في ناس عايشة لأشياء تافهة جدا. قال عليها الرب يسوع، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ السؤال بيجي، لمن أنت؟ داود رد على هذا السؤال وقال، أنا للرب، أنا للرب. يشوع في نهاية حياته لما بيقول للشعب اختاروا لأنفسكم من تعبدون، هو نفسه قرر من يعبد وقال، أما أنا وبيتي فنعبد مين؟ الرب. اختار، هو ملك لمين؟ هو ملك للرب، هو ملك للرب. انت ملك لمين؟ لمن انت؟ مين السيد في حياتك؟ مين اللي بيحتل التفكير الاول في عقلك؟ مين اول اهتماماتك؟ لما بتصحى الصبح مثلا اول حاجه بتعملها ايه؟ بتدور على ايه؟ ها، هل بتدور على الهدوم اللي تلبسها عشان تلحق وتروح الشغل، ولا بتدور على المحفظه، ولا بتدور على ايه؟ وانت يا اختي نفس السؤال، اول حاجه بتعملها الصبح ايه هي؟ ايه الشيء اللي بيركز اهتمامك؟ لمن انت؟ اه، تطمني على الاولاد، ها، تشوفي كل حاجه كويسه ولا لا، تجهزي لهم اشيائهم. لمن انت؟ انسان المؤمن اول حاجه فتح عليها عينيه الصبح يقول له، يا رب أشكرك لأنك أنت اديتني حياة جديدة. ليه؟ لأنه أول حاجة بيفكر فيها هو الله اداله الحياة دي.
الله اللي أعطى له هذه العطية، وعشان كده دايما بيفتكر إنه مش للعالم، إنه هو للرب. لمن أنت؟ بشجعك تجاوب على السؤال ده وتكون إجابتك أنا للرب. أمين؟ أمين. السؤال الثاني أحباء، سألوا يعقوب أو توقعوا إن عيسو يسأله، قال إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ سؤال الكتير بيحاول يتجنب الإجابة عليه. ليه؟ لأن ببساطة الإنسان مرتبط قلبا وقالبا بالعالم. طبيعتنا الخاطئة عايزة دايما تنزل لأسفل، احنا عايزين كل حاجة ملك لينا احنا ونحتفظ بيها للأبد. وانا بفتكر حزقية في الكتاب المقدس، حزقية كان ملك صالح فعلا وعمل أشياء عظيمة والرب عمل معاه معجزات جميلة، لكن لما أشعيا النبي جاله قال له ان انت اوصي بيتك خلاص هتموت، المرض الذي انت فيه للموت، يقول الكتاب ان هو بكى بكاء عظيما. ليه النقطه دي؟ كان المفروض يقبل الامر بكل ترحاب لانه جاي من الرب، ولكن ليه ما قبلهاش؟ لانه كان مرتبط باشياء دنيويه، الكنز بتاعه كان في الارض، كان عايز يعيش بقى الحياه المرتاحه كملك وعنده قصور وعنده مجد وكرامه في شعبه، وعشان كده ما فكرش في السؤال ده. إلى أين تذهب؟ يا ترى أنت ماشي في حياتك تعرف نهاية الحياة اللي أنت ماشيها إيه؟ أختي هل تعلمين ما هو مصيرك؟ إذا كل أهمنا بس في العالم، إذا بس إحنا أنانيين بنفكر في نفسنا ما بنفكرش في الآخرين، إذا بس الدنيا لهياني عن ربنا، إذا حياتي كلها مرتكزة عن شيء آخر غير الرب، أنا ماشي في طريق غلط. لكن الرب بيقول للمؤمن أنت فين؟ أنت ماشي إزاي؟ لازم تقف مع النفس، تلتفت إلى النفس وتقول إلى أين أنا ذاهب؟ ما هو الطريق الذي أنا أسير فيه؟ ما هو الطريق الذي أنا أسير فيه؟ الكتاب المقدس بيعلمنا في سفر الأمثال أنه توجد طرق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. يعني إيه عاقبتها؟ نهايتها طرق الموت. الإنسان الفعلا حكيم هو اللي يقف ويسأل نفسه، هو اللي يقف ويقيم حياته ويسأل أنا ساير في أي طريق؟ هل أنا سائر في طريق الرب؟ هل أنا سائر في مخافة الرب؟ هل أنا سائر مع الرب؟ هل أنا بحب المسيح؟ هل المسيح بيقودني؟ أنا بتبعه؟ أي طريق أنا بسلك فيه؟ أي طريق أنا بمشي؟ تخيل لو أنت بتقود عربية سيارة وأنت مش عارف أنت ماشي على أي طريق. لو أنت من مصر وعايز تروح اسكندرية لكن خدت طريق أسوان في الجنوب، لازم تقف وتعرف الطريق اللي أنت ماشي فيه، لازم تعرف الطريق اللي أنت بتسلكه، وإلا النهاية هتكون دمار وعذاب. عشان كده لازم نعرف إلى أين تذهب، الطريق اللي انت ماشي فيه آخرته ايه؟ الى اين تذهب؟ ايه المصير بتاع الطريق؟ ايه المصير اللي انت ذاهب اليه برجليك؟ المصير اللي انت قررته لحياتك، الى اين تذهب؟ الى اين تذهب؟ في ناس كتير بيمشوا وهم مغمضين عينيهم مش عايزين يشوفوا لأنهم مرتاحين في الطريق. الطريق اللي قال عليها الرب واسع، ها؟ اللي قال عليها الرب واسع وقال عليها كثيرين هيدخلوها، هو ده الطريق اللي هيؤدي إلى الهلاك. وعشان طريق واسع وجميل وحلو وما فيهوش شوك وما فيهوش ألم، ناس كتيرة بتحب تمشي فيه. حبائي، إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ سأترككم لحظات ثم نعود لتكون قد فكرت إلى أين تذهب، وسنعود لنكمل معنا ومعكم أيضا هذا السؤال المصير الثالث، ألا وهو
ولمن هذا الذي قدامك؟ مرحبا بكم أحبائي مرة أخرى لنستكمل معا الثلاث أسئلة مصيرية للحياة. قلنا أول سؤال توقعه يعقوب أنه يتسأل لعبيده من عيسو هو لمن أنت؟ نفس السؤال لازم نسأل نفسنا ليه؟ لمن أنا؟ أنا لمين؟ أنا ملك لمين؟ وياريت الإجابة أكون أنا ملك للرب. السؤال الثاني إلى أين تذهب؟ لازم نعرف الطريق اللي إحنا ماشيين فيه الآن في حياتنا. هل نحن نسير في الطريق المستقيم اللي عقبته طرق الموت؟ أو اللي بنظن أنه مستقيم؟ ولا بنسير في الطريق الصعب الضيق اللي ضد التيار، ضد العالم، ضد أفكار الدنيا اللي الناس أحياناً بتحتقر هذا الطريق، وأحياناً بيديله مسميات صعبة جداً، يقول ده الطريق للناس الغير حكماء، ده طريق الناس اللي بنقولها في مصر ناس مدروشين، بنقول إن الناس دي ما عندهمش بعد نظر، عايشين في دنيا غير الدنيا. أين تذهب؟ ما هو طريقك؟ الرب عايز يتأكد الآن إنك عرفت طريقك فين وطريقك فين يا أختي. الرب بيتمنى سيروا معي، خليكوا معايا، سير في الطريق حتى إن كانت صعبة، حتى إن كان فيها ألام، حتى إن كانت ضيقة، حتى إن كانت فيها شرور مؤقتة، ولكن نهاية الطريق الضيق اللي الرب يسوع ماشي معنا فيها هتكون حياة أبدية، حياة أبدية. الرب مش تركنا، الرب مش نسينا، حتى وإن كنا بنواجه ألماتنا وإن كنا بنواجه صعاب في هذا الطريق. إلى أين تذهب؟ ممكن نقعد ولو ثواني مع أنفسنا ونسأل نفسنا هذا السؤال، أين أذهب الآن في حياتي؟ هل أنا بسير في الطريق الصح أم في الطريق الخطأ؟ الرب بيطلب أن أنت تسير في الطريق الصح. نيجي للسؤال الثالث أحبائي اللي هو ولمن هذا الذي قدامك؟ يعقوب كان باعت عبيد والعبيد كان معهم هدايا لعيسو، فلو عيسو سألهم ولمن هذا الذي قدامك، اللي انت معاك ده هتوديه لمين؟ اللي انت بتمتلكه رايح لمين؟ ولمن هذا الذي قدامك؟ اللي انت حطه تحت عينيتك وعشان كده وضعه أمامك، لمن هذا؟ سؤال مصيري. ليه؟ لأن أحياناً كتير الناس بتنسى تسأل لنفسها هذا السؤال، وبتفضل طول حياتها طول حياتها بتهتم بأشياء لا قيمة لها، أشياء زمنية. يعني إيه أشياء زمنية؟ يعني مجرد أنها تنفع وقت حياتنا الأرضية، ولكن لما يجي الرب يسوع من السماء هنلاقي الحاجات اللي إحنا احتفظنا بيها لا قيمة لها، لا قيمة لها. لمن هذا الذي قدامك؟ الكنز اللي انت بتسعى عليه لحياتك لمين؟ ممكن كنزك يكون المال. طب ما فكرتش مرة المال اللي معاك ده مين هياخده؟ ها؟ بيقولوا الكفن ملوش جيوب، يعني مؤكد ان مفيش حد فينا هيورث ويحطه في جيبه ويقول لو سمحت حطوا لي كنوزي معايا وانا ها في القبر. مش هينفع، مش هينفع. اللي انت بتحتفظ بيه مش ليك، كنزك مش ليك، كنزك لاخر، كنزك لاخر. اذا انت بتحتفظ بارض مش انت اللي هتورثها، اولادك اللي هيورثوها، وولادك هيسيبوها أيضا لأحفادك، وهتفضل الأرض باقية، لكن الإنسان هو اللي فاني. ولمن هذا الذي قدامك؟ أين كنزك؟ لمن كنزك؟ ها؟
هل بتقول يا رب ساعدني ان انا لو عندي شيء، لو عندي بيت، لو عندي غيط، لو عندي مال، لو عندي ممتلكات، يا رب ساعدني ان انا كل شيء عندي يكون ملكك انت وعشان خيري وخير اللي حواليا، ساعدني يا رب ان انا ما اكونش انسان اناني، ساعدني ان انا احبك واحب الناس اللي حواليا يا رب، ساعدني يا رب ان انا لا ارتبط بالكنز الارضي ابدا، عيني يا رب أنا محتاجك، ساعدني يا رب لكي لا أرتبط بهذا العالم وما في العالم، اديني يا رب القوة لكي لا أرتبط بكنوز الأرض. اللي قدامك ده لمين؟ الكنز اللي معاك لمين؟ هل إحنا بنستخدم اللي عندنا عشان بركة الآخرين؟ هل بنستخدم اللي عندنا عشان نسعدهم نفرحهم؟ ولا في أنانية في حياتنا، في حب الذات؟ الرب عايز يطلع الأنانية وحب الذات، وعايز يقول لكل واحد فينا افتكر إن اللي ليك ده حاجة مؤقتة، ولمن هذا الذي قدامك؟ اللي معاك دلوقتي هل شلته في السماء ولا لسه محتفظ بيه على الأرض؟ هل ممكن يشيل حاجة في السماء؟ احنا بنعرف ان انا ممكن اشيل كنوزي اموالي في البنك، لو عندي كنوز اقدر اخبيها، لو عندي مال سائل اقدر اشتري بيه عقارات او اشتري بيه ممتلكات، لكن هل اقدر ان انا اعمل ليا كنز في السماء؟ اقدر. الرب يسوع قال لي تقدر. طب اعمل الكنز ازاي؟ لو قرينا في متى 25 الرب بيدينا بعض التعليمات، بيقول ان في نهاية الايام لما هيجي الرب ويقسم العالم إلى فريقين، هيقول للناس الأبرار نعما تعالى يا مبارك أبي، تعالوا يا مبارك أبي رسوا الملكوت. ليه رسوا الملكوت؟ يقول لهم ده أنا كنت جعان وكلتوني، كنت عطشان شربتوني، كنت غريب دخلتوني بيتكم، ها كنت مريض رحت زرتوني، ها كل ده. لكن هيقول للأشرار اللي عن الشمال اذهبوا عني، اذهبوا عني. هيسألوه ليه نذهب عنك؟ ليه مش عايزنا معاك؟ يقول لهم لان انا جيت لكم غلبان جعان ما وكلتونيش، كنت عطشان ما ادتنيش شويه ميه عشان اشربها، كنت غريب قفلتوا بيوتكم في وشي، كنت مريض ما حدش فكر يجي يسال عني في مستشفى او على سرير المرض، كنت محبوس ولكن بالرغم من كده لم تكترثوا لم تهتموا بحبسي. طب يسألوا يا رب احنا شفناك فين؟ لو كنا شفناك كنا عملنا معاك الحاجات الجميلة دي. يقول الرب لا، ما كان عندكم اخواتي الأصغر، كان عندكم الفقير، كان عندكم المحتاج، كان عندكم اليتيم، كان عندك الأرملة، كان عندك الإنسان العاجز اللي مش قادر يشتغل، كان عندك كل دول وانت قفلت قلبك. لكن يا بخت الإنسان المؤمن اللي بيقدر يعرف ان كنزه مش ليه، وانا مش هعمل للأرض، انا كنزي هخليه للسماء، كنزي للسماء. هل هتقرر الآن أحبائي؟ هنقرر الآن أحبائي إن إحنا نسأل نفسنا هذه الثلاث أسئلة مرة أخرى. أول سؤال، لمن أنت؟ لمن أنت؟ قول أنا للمسيح. أمين؟ قول أنا للمسيح. قولي أنا للمسيح، أنا مش للعالم. والحاجة الثانية، إلى أين تذهب؟ قول أنا بذهب في، أنا بسير في طريق الرب، في الطريق اللي الرب عايزني أسير فيها، مهما كانت صعبة، مهما كانت ضيقة، مهما كان في ألم، أنا بسير في طريق الرب. السؤال الثالث، ولمن هذا الذي قدامك؟ مش لنفسي، أنا مش أناني، أنا بعيش لأجل الرب يسوع، وإن عشت وإن مت فأعيش لأجل الرب يسوع، فكل ما لي هو ملك للرب يسوع. أمين أمين ثم أمين. فلنضع حياتنا ملكا للرب. دعونا نصلي معا لكي نطلب أن يمتلك الرب حياتنا، ولكي يكون الرب هو مالك كل شيء. إلهنا الصالح بنشكرك، نشكرك يا رب يا من بك نحيا ونتحرك ونوجد. نشكرك إلهنا لأنك أنت الطريق والحق والحياة، أنت الذي تعطينا كل بركات التي نعيش فيها. فأعنا يا رب لكي نكون ملكا لك، أعنا يا رب لكي نعيش ملكا خالصا لك، لا يمتلك علينا شيء سواك. ساعدنا يا رب لكي نسير أيضا في طريقك، أعطنا الحكمة يا إلهنا
لكي نختار الطريق الصالح. أعنا يا ربي لكي نضع كل ما لنا وحياتنا تحت أقدامك ذبيحة مقدمة لشخصك. أرجوك أصلي لأجل كل من يسمع الآن أن تثبت هذه الكلمة في قلوبنا وأن تستخدمها لمجد اسمك إلى أن تجيء على سحاب السماء ونسمعك تقول: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل ملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نطلب كل هذا في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ولك كل الإكرام والمجد. آمين.